رحمة الله تعالى وبركاته. ثاني من المستوى الثالث إعدادي في نموذج آخر، الفرد الثاني الدرجة الأولى، هذا نموذج 3، فهو شبيه بالنموذج اللي قبل، في فقط تغير بعض الأسئلة، ماشي جميع الأسئلة، غير فقط البعض غيكون يعني الشغل عليه تشبه النموذج اللي قبل. كما العادة ندعوكم للاشتراك، تفعيل الجرس للتوصل دائما بجديد. عندنا ليكزيرسيس أ في بحال اللي قبل تجدي لي كيستيون، عندنا الأول فيه فغي أو فو، وهنا عندنا لي فخاز راه يعني مدينا الدوفوار اللي قبل. دونك هنا ان ماتيريو اورغانيك كونتيان توجور دي اتوم دو كربون دوكسيجين اي دروجين. فو، علاش فو؟ علاش هاد الجمله خاطئه؟ لان لي ماتيريو اورغانيك ولا ان ماتيريو اورغانيك فيه على الاقل خاص يكون كربون هيدروجين، ماشي توجور عندنا الاكسجين. كربون هيدروجين هما الاساسيين، الا كانوا هاد جوج دونك راه اورغانيك. توت لي ماتيريو اورغانيك سو تروف دون لا ناتور فو، لان كاين دي ماتيريو اورغانيك سانتيتيزي ولا ارتيفيسيال مصنوعين، ماشي ديما تيكون في لا ناتور. دونك سي او لو مونوكسيد دو كربون تان غاز ان كولور توكسيك برودوي بار لا كومبيسيون ان كومبليت فري، هذا غاز يعني ما عندوش لون وسام وكيتنتج على الاحتراق غير كامل. هنا لو بابيي اي تان ماتيريو اورغانيك فري، لان الورق راه كيجينا من الاشجار، اذا هو النوع ديالو راه ماده عضويه. لاغوي اي تان كومبوزي بورو دونك فري. سي 4 اتش دي سي تان ماتيري اي تان ماتيير نون اورغانيك، عندي فو لان سي 4 اتش دي سي تان ماتيير اورغانيك لان فيها الكربون فيها الهيدروجين. دوزيام كيستيون، جو دو كومبليتي هاد لي فراز. دونك الالومنيوم هادو مبدلين على التمرين اللي قبل، مكيشوفوش ليه في فراغات ولكن مبدلين، كنقبل على الفيغ دابا هدر على الالومنيوم. الالومنيوم سوكسيد لونتومون، هو كيتاكسديني ببطء، الير هوميد يعني في الهواء الرطب اللي فيه بخار الماء، بوغ دوني الالومين نحيدو هاد ال، عندنا ال بابوستخوف نحيدو هادي. دونك الالومين اللي هو غنكملو كي ان، دونك هاد الالومين كيت ان اوكسيد الالومنيوم، هو اكسيد الالومنيوم. سي ترانسفورماسيون كيميك نيسيسيت الالومنيوم، كتحتاج الالومنيوم الاكسجين و حتى الماء دونك دو لو. دوزيامون اون كلاس لي سوليسيون اون 3 تيب سولون لو بي اش. دونك البي اش كنقدر نكلاسي لي سوليسيون ثلاثه الانواع. عندنا لي سوليسيون اسيد المحاليل الحمضيه دو بي اش انفيريور ا 7، لي سوليسيون بازيك دو بي اش سوبيريور ا 7، اي لي سوليسيون نوتر دو بي اش ايتيغال ا 7. La dernière phrase, on appelle matériaux organiques les matériaux constitués essentiellement d'atomes d'hydrogène et d'atomes de carbone. Nous avons un S qui donne un matériau organique qui donne un S. Donc, on a une question 3, je dois relier chaque case à ses dangers. Tu vois qui est le plus important, c'est que c'est la phrase qui est le plus important. Et on a le gaz avec le chlorure d'hydrogène. C'est le monoxyde de carbone. Donc, نبداو بالكلوريد الهيدروجين، هو غاز توكسيك كيعطاك لاباري ريسبيراتوار كوندوي على اسفيكسي. بالنسبه للمونوكسيد دو كربون كيفاش نقبل هذا ما متغيرش، فهو غاز توكسيك كي سوفيكسي غير الهيموغلوبين كونتوني دون لي غلوبول روج دي سون، وديوكسيد دو سوفر هو المسؤول على الامطار الحمضيه. دونك سي ان غاز كي رون لي زو دو بلوي اسيد، كيولي عندنا امطار حمضيه بسبب هذا ثنائي اكسيد الكبريت. دوزيام اكزيرسيس هو لي بوين كيشبه لي قبل، فقط هنا لي سوليسيون خلاو ا بي سي دي او وغيرنا لي فالور ديال بي اش، دونك حتى الاجوبه غادي تبدلوا. دونك لا بروميير كيسيون، هاد لي ميزور اللي عطينا ديال بي اش اللي دارت اللي دار احمد، واش بالبي اش متر ولا بابي بي اش مع لا جيستيفيكاسيون؟ دونك نفس الجواب، لو بي اش ميزوري على دان بي اش متر باسكو لي فالور سون بيان بريسي، وحيت فيهم هنا لي فيرغيل، لي فيرغيل ما كنلقاوش في البابي بي اش. Donc, je dois compléter la dernière ligne du tableau. On a A 3,7 donc solution acide, B 12,6 basique, C 3 acide, D 7 neutre, O E basique NFH. Troisième question, quelle est la solution la plus acide ou la plus basique? La plus acide est C, حيث فيها هنا 3 وهنا 3,7 اذا هذه هي الاكثر حمضيه. الاكثر قاعديه عندنا هنا 10 و 12.6 اذا 12.6 كبر، دونك المكتوب الاكثر المحلول الاكثر حمضيه هو المحلول بي لا سوليسيون بي. احمد اجوتي ان فوليوم دو لا سوليسيون او الو ديستيلي دوني لو نون دو سيت اوبيراسيون، دونك خدينا هذا المحلول او اللي البي اش ديالو كيساوي 10 وزدنا عليه لو، دونك سي تي سي لا ديليسيون التخفيف. هنا كما كان مشكل في السؤال اللي قبل، حتى هنا كاين مشكل، الاستاذه اللي وضعت لي الدوفوار كونترول ما ردتش البال القيم اللي عطات انا في الكيسيون. هنا خدينا البي اش ديال هاد لا نوفيل سوليسيون، هنا او هي هادي بي اش ديالها 10، ملي غادي نزيدو عليه الماء
يعني كنقصوا ليها من القاعده ديال دونك غادي تقرب غتمشي في اتجاه السبعه غتنقص هنا الا شفنا وما كتفوتش سبعه هنا القيم كاملين تعود فيهم مصحيحه هنا لا 2.8 مصحيحه ما يمكنش ليها توصل ليها 4.5 ما يمكنش توصل ليها و12 راه اكبر ما يمكنش اثنين نزيدوا كيتزاد البي اش بي اش كيتزاد في المحاليل الحمضيه كيتزاد البي اش كيكبر ولكن في المحاليل القاعديه البي اش كينزل دونك هنا غادي الجواب خصو يكون هنا وغنغيروا هاد القيمه نحطوا مثلا هنا 8 خص تكون 8 9 8 فاصله شي حاجه 9 فاصله شي حاجه ما يمكنش تكون اكثر من 10 وما يمكنش تكون صغر من 7 دونك ما بين 7 و 10 هو الجواب اللي خصو يكون هنا الاستاذ ما ردتش البال نكملوا لا كومبيسيون دو بي في سي اللي هو واحد النوع من انواع البلاستيك دون لو ديوكسيجين دو لير برودوي احتراق ديالو في ثاني الاكسجين ديال الهواء كينتج لنا بخار الماء لا فابور دو ديوكسيد كربون ثاني اكسيد الكربون و الكلوريد ديدروجين اللي هو اش سي ال بالنسبه لا بروميير كيسيون ديتيرميني او لا كومون ديتيكتي لا بريزونس دو ديوكسيد كربون كيفاش كنتبتو وجود ثاني اكسيد الكربون اللي كينتج من الاحتراق دونك كيف ما قبل دونك الي دو لو تشو كي سو تروبل دونك هنا الماء الجير ملي كيصبح عكير فهنا كنتبتو وجود ثاني اكسيد الكربون دوزيام كيسيون كي سون لي اتوم انترون دون لا كومبوزيسيون دو بي في سي مثل بي في سي لي اتوم لي فيه كنعرفوهم من غير من لي برودوي لي نتو لي هنا كاين لا فابور دو دونك كاين هيدروجين لان هنا كاين الاكسجين دونك راه غادي يكون هنا وهنا دونك هاد الهيدروجين اللي كاين في الماء راه جاني من البي في سي اذا كاين الهيدروجين ديوكسيد كربون اذا كاين الكربون دونك تاع الكربون كاين وعندنا كلوريغ ديدروجين كاين فيها اش وفيها سي ال دونك لي اتوم اللي كاينين كاين الكربون وكاين الهيدروجين وكاين الكلور دونك كربون هيدروجين كلور كاين سي اش او سي ال هو كنجيبو من غير لي برودوي اللي تجولي هنايا هنا لو بي في سي اي اون ماتيغ اورغانيك قالك جيستيفي فوت ريبونس دونك وي غنقولو وي باسكو يل كونتيان دو كربون اي دو هيدروجين لان فيه الكربون والهيدروجين اذا فهو ماده عضويه ليكزيرسيس 3 كيشبه تماما ليكزيرسيس اللي قبل بحالو عندنا ليلى رياليزي ليكسبيريونس سيماتيزي سيغ لافيك اكسي كونتر هنا الى بلاسي واحد لا لين دو فير اللي هي جيكس اولا الالياف ديال الحديد وضعتها في هذا المكان وفي هذه لي بروفيت و الى رونفيرسي لي بروفيت قلبتها ودارتها في هذا الاناء وهذا البشير اللي فيه الماء هنا الحجم ديال هذا الهواء اللي هنا 250 سنتيمتر مكعب Donc la première question, quels sont les deux gaz principaux qui constituent le gaz de l'hydrogène et l'eau qui jouent qui est d'oxygène 80% ou d'azote 80%. Donc on a deux gaz principaux. Là, après 10 jours, quel sera l'état de la ligne de fer? On a 9 jours, la ligne de fer va être oxydée ou la va être rouillée ou bien elle va, on va avoir une la formation de la rouille qui est une réaction chimique de la ligne de fer avec le dioxygène présent dans les provettes. Donc, on a un interférent de l'hadid avec l'oxygène qui est dans l'air pour que nous avons l'oxyde de l'hadid ou la roue qui est sada. Donc, on peut donner beaucoup de choses, mais le mohim est le sens qui est le sens. Troisième question, la réaction bilan de la réaction chimique pour que nous avons l'air de l'air de la ligne de fer. دونك عندنا 4FeZ3O2 كتعطينا 2Fe2O3 كيفاش كنديروا هذا التفاعل خص يكون متوازن في هذه الكوفيسيون جوج 3 4 مول الكوفيسيون ديال الموازنه غنكتبوا FeO2 FeO2O3 هادو السميات ما غاديش نغيروا فيهم والو هذه الصيغه ديال لاغوي ديال الصدى O2 ثاني اكسجين و Fe هو الحديد كنشوف بان او عندي 3 وهنا عندي 2 باش نقدر نوازن راه نضرب في 3 وهنا غنضرب في 2 باش تكون عندي التوازن في 6 6 ملي ضربت انا في 2 الفير زاد كان عندي 2 ولا عندي 4 دونك هنا عندي غير وحده دونك غادي نضرب في 4 باش نوازن المعادله ونكون كملت الموازنه كاتريم كيسيون لا ديرنيير كيل سورا لو نيفو دو دون لي بروفيت كيفاش غيكون المستوى ديال الماء في لي بروفيت كيبان نفس الصوره من المستوى ديال الماء طلع فوق دونك هنا لو نيفو دو لو فا اتر بليز ايلفي كافون لو مونت دي دون لي بروفيت هنا كشرح دونك باسكو ليا كونسوماسيون دي اكسجين هنا كان عندنا شويه الاكسجين تفاعل مع الحديد وعطانا الاكسيد الحديد اذا الهواء ما بقاش كاين ثاني اكسجين ما بقاش في الهواء نقصت الكميه ديالو هذاك النقص اللي كاين هنايا غيكون يعني فراغ خاص الماء يعمر المكان ديال او 2 باش يكون التوازن ديال الضغط الداخل وفي الخارج ديال لي بروفيت دونك هادشي اللي نقدروا نقولوا على هذا التمرين نتلاقاو ان شاء الله في نماذج اخرى ما تنساوش دعمونا بالاشتراك تفعيل الجرس جيم لا فيديو كومونتير شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء